الوطن. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من البيدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: زرعوا قنابل قرب مركز للمستقبل ومخيم للنازحين في عكار، ولاجئون يحتجون على مسرحية الانتخابات السورية. الجيش الحر يطلق معركة تحرير جسر الشغور في إدلب، وحشود لقوات النظام وحزب الله في محيط نوى بريف درعا. شارع الحمراء يغص برواده في مهرجان للفرح، وحديقة الصنائع تستقبل الزوار بعد إعادة التأهيل. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: تعادل هزيل لإيطاليا وفوز صعب لهولندا، وفوز كاسح للجزائر استعدادا لكأس العالم. أهلا بكم. انشدت الأنظار إلى التطور الأمني الذي شهدته عكار، وتمثل بالعثور على قنابل يدوية قرب مركز لتيار المستقبل ومخيم للنازحين السوريين في عكار. جاء ذلك في وقت سجل فيه تحرك احتجاجي للنازحين تنديدا بالانتخابات الرئاسية السورية، بينما كان قرار الداخلية اللبنانية بضبط توجه النازحين السوريين إلى بلادهم يدخل حيز التنفيذ اليوم. وللمزيد عما جرى في عكار يحدثنا مراسلنا زياد منصور. زياد، ماذا في تفاصيل العثور على القنابل وتحرك النازحين؟ أميرنا، في الواقع نحن هنا نتوقف أو واقفون أمام مركز تيار المستقبل الرئيسي، حيث زرعت هذه القنابل، وخلفي تماما مخيم النازحين السوريين الذي كان من المفترض أن يشارك بكثافة في تحرك احتجاجي كان أعد له أو أعدت له العدة للاحتجاج على الانتخابات المسرحية أمام السفارة السورية، ولدعوة السوريين لعدم المشاركة في انتخابات الثلاثاء عند نقاط الحدود. طبعا القنابل زرعت على مسافة متباعدة، وقد استخدم فيها أمور تقنية تعبر عن أن من وضعها يمتلك خبرات عسكرية، بسبب أنه جرى ربط القنابل بشريط لاصق يعمل على أساس حرارة الشمس مع بداية طبعا الحرارة، من الممكن أن ينفلت القابض ويؤدي ذلك إلى انفجار القنابل. هذه القنابل هي وفق الخبير العسكري هي روسية الصنع، وزرعت على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إحدى هذه القنابل عثر عليها في مكب للنفايات بعد مسح قامت به القوى الأمنية. هنا أيضا وعلى بعد حوالي الكيلومتر من هذا المكان تحرك النازحون السوريون، هي أكبر تظاهرة على مستوى عكار، شارك فيها حوالي 6000 وفق بعض الأرقام الأولية، هتفت ضد النظام السوري ودعت السوريين لعدم المشاركة، وأكدت أن ما جرى في انتخابات السفارة أتى نتيجة التهديدات التي مورست على النازحين السوريين. طبعا التحرك تخلله تظاهرات انطلقت نحو عاصمة المحافظة حلفة، بالإضافة إلى مفترق كوشا ومفترق بلدة تل عباس الغربي. عما حصل في هذا النهار ميرنا، في هذا التقرير الذي أعددناه من منطقة عكار: في محاولة لتعكير الصفو الأمني في الشمال، وجدت 3 قنابل يدوية بين مركز لتيار المستقبل ومدخل مخيم للاجئين السوريين عند مفرق بلدة كوشا في عكار. الجيش اللبناني طوق المكان وعمل على تفكيك القنابل، فيما الأهالي استنكروا هذا العمل واعتبروه يهدف لقطع الطريق على الخطة الأمنية. استغربنا هذا الأمر كثير، بدنا نقول للأخوان السوريين هذه حرية رأيكم، نحن ما نتدخل فيها، اللي صار اول ما نمشي من العكاريين، وين ما بدينا نحن هذه هالبقعه العكاريه اللي نحن عايشين فيها، ما بحياتها صارت تاثرت بهالمواضيع، وفعلا انفجعنا. تقييمنا كاولاد شمال هذا عمل مبرمج لتفشيل الخطه الامنيه، هذا اول شيء. وثاني شيء هذا عمل ارهابي بامتياز، نحن حاطينه هلا بعزه القضاء، قصه الامور معهم مركز سياسي، على شو بده يحطوا لتخويف العكاريين او لتفشيل الخطه الامنيه؟ هذا عمل واضح وصريح. يعني اليوم نحن بهذا الوضع الامني الحساس جدا، ربما نعتبر انه هذا الامر ربما يكون رساله لتيار المستقبل، وربما يكون رساله للنازح السوري. نحن ما حنستعجل بالقاء التهم او باعطاء القرارات، ننتظر الاجهزه الامنيه والاجهزه القضائيه لحتى تحدد من هي الجهه الفاعله.
من جهتهم اللاجئون السوريون اعتصموا وتظاهروا في هذا المخيم والمخيمات الأخرى في المنطقة رفضا للانتخابات الرئاسية السورية واستنكارا للمشهد الذي كان الوضع عليه في السفارة السورية يوم الانتخابات. الاعتصام اليوم هو ردا على ما كان في بيروت من تجميع لبعض الشخصيات على أنهم مؤيدون للأسد وعلى أنهم يلتخبون، وهذا في النهاية يزرع بذور الفتنة ما بين البيئة الحاضنة وهم أهل لبنان الشرفاء الذين احتضنوا السوريين منذ بداية الثورة. بس مثل ما أننا شايفين هي مظاهرة شعبية عفوية بتوصل رسالة للجميع، لبشار المجرم شوف شو سويت بشعبك اللي كنت عم تراهن عليهم، رسالة للهزليين للي انتخبوا ببيروت، شوفوا اللاجئين الحقيقيين، نحن بنعرف مين هدوكي، مين هن السوريين واللبنانيين اللي صاروا السوريين. وأكد اللاجئون أنهم لن يتأثروا تحت أي تهديدات أو ضغوطات، بل سيبقون على مواقفهم بأن هذه الانتخابات غير شرعية ولن يشاركوا بهذه المسرحية. ما فعل القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بشأن توجه اللاجئين السوريين إلى بلادهم دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم بالتزامن مع توجيه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين رسائل نصية لنحو 1,090,000 لاجئ مسجلين لديها تعلمهم فيه بقرار الداخلية اللبنانية؟ وقالت مصادر معنية لصحيفة المستقبل إن القرار لا يشمل العمال السوريين ولا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطنا سوريا، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تمنح للنازحين. في المقابل هدد النظام السوري بالرد على هذه الإجراءات، وقالت وسائل إعلام النظام إن الرد سيتم من خلال استثناء لبنان من آليات تنظيم عمليات التصويت وإعادة فتح باب الانتخاب في السفارة السورية في اليرزي في 3 من الشهر الجاري أمام من لم يستطع الإدلاء بصوته. وكانت وزارة الداخلية قد طلبت في تعميم أصدرته من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من اليوم تحت طائلة فقدان تصنيفهم كنازحين في لبنان. طلبت وزارة الداخلية من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. وأملت وزارة الداخلية في بيان لها التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان، علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للأمن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية. وأشارت إلى أن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل، مع الإشارة إلى أن الوزارة طلبت من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وأعطائه الأهمية القصوى. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال إن الدولة قررت تنظيم دخول النازحين السوريين إلى لبنان وتنظيم وجودهم. وأشار درباس في مداخلة مع برنامج كلام بيروت إلى أنه سيتم قبول دخول النازحين من المناطق التي تشهد نزاعات فقط. لا بد من أمرين، هو تنظيم الدخول وتنظيم الوجود. أما عن الدخول فالأمر صار مبتوت أنه نحن لا نقبل صفة نازح إلا اللي جاي من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية وفيها قتال. الأمر الثاني أنه نحن قررنا ننظم الوجود، وتنظيم الوجود نحن ما نعمل اخترعها بالأردن موجودة، لأنه بتعرف في بياخدوا بصمات العين يلي بيفوت وبيرجع بيطلع وبيرجع بيفوت مرة تانية، لما بيشوفوا بصمة عين وبيقولوا أنت فتت قبل هلأ ورجعت طلعت، وبالتالي ما في مبرر بقى للجوءك، بيشطبوه من سجل النازحين. سجلات النازحين موجودة، احنا في عنا مسجل 1,100,000 الآن بالنازحين معروفين بكل تفاصيلهم وبصمة عينهم كمان، لن ينزلق لبنان إطلاقا إلى العنصرية. ولكن يمكن في بعض الناس تأثروا من المظهر اللي صار، وعليه اللي عم يصير الآن هو مخلق ومفتعل،
وليس أصيلا. وأنا باعتقادي أنه بعد ما احترقت الخيام أنا لنا أن نتصدى لمعالجة المخيمات العشوائية التي بلغت حتى الآن 1250 مخيم. في شأن آخر، وبعد أن أحال وزير العدل لواء أشرف ريفي على نيابة العامة التمييزية الشريط الذي يظهر مسلحين يطلقون النار ويرددون عبارات تهدد بفتنة طائفية، أوضح ريفي أن التسجيل يختزن جرمين: الأول جرم إطلاق النار باتجاه مناطق مأهولة في بعبدة والطريق الجديدة، والثاني يكمن في العبارات التي صدرت عن أحد مطلقي النار بشكل يمس الأمن الوطني ويحض على الفتنة الطائفية. هذا وقد كشفت مصادر أمنية للمستقبل أن الأجهزة المعنية تشتبه بأن المدعو عن حق هو المسلح الذي بدا متحدثا في الشريط، بينما التدقيق مستمر لكشف هوية باقي المسلحين الذين ظهروا معه. فسحة للفرح يشهدها منذ صباح شارع الحمرة في بيروت، حيث تتواصل فعاليات المهرجان تنظمه جمعية أحلى فوضى تحت عنوان للحمرة مواهب. وعن أجواء المهرجان تحدثنا مباشرة مراسلتنا نهاد يوسف. كيف يبدو المشهد ناهد في الحمرة؟ نعم ميرنا، يعني اللبنانيون يثبتون كعادتهم وفي كل مناسبة حبهم للحياة. هناك عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات، والجميع يؤكدون على أهمية هذا المهرجان في نشر الثقافات المختلفة. نرى خلفي هناك خيم عديدة تبيع المنتجات، المأكولات اللبنانية والحلويات والحرف اليدوية، وبالإضافة إلى خيم ممتلئة بالزهور والشتول من أجل بيعها. كما أن المهرجان يتضمن عروضا مسرحية وغناء ورقص ومعرضا للكتاب وعروضا للأزياء ولاكتشاف المواهب الشابة، بالإضافة إلى زاوية للكتاب والشعراء. هناك هدف آخر لهذا المهرجان والذي ستطلعنا عليه رئيسة جمعية أحلى فوضى سيدة إيمان عساف. سيدة إيمان، شو الهدف الأساسي من هذا المهرجان؟ الهدف الأساسي أنه نشتغل على ترميم شوارع بيروت ابتداء من الحمراء اللي هي الرمز الأساسي لبيروت، ضمن كل أنواع الناس ملونة. وهيدا الحمراء فيها كتير اشياء لازم تتحسن، يعني هي غنية بكل شيء بس فقيرة شوي بعمارة، عمارة قديم بده ترميم بده ترتيب، شوارع بدهم تصليح، في منحدرات لازم يوعوا الناس انه هيدول يعني من رائع هيدا المهرجان. المهرجان هو كرمال مشاريع المائية. مظبوط، شكرا لك. إذا أميرنا، لنستمع ماذا قاله الوزير ميشيل فرعون عندما قص شريط بدء المهرجان، ولنستمع ماذا قاله بقية المواطنون. نشاهد سويا هذا التقرير. حبيتك تنسيت النوم ويا خوفي تنساني. قلب بيروت نبض موسيقى وغناء وفرحا في حلة ملونة زينته. في منطقة الحمرة مهرجان نظمته جمعية أحلى فوضى وجمعية تجار الحمرة برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون، الذي قص الشريط معلنا بدء المهرجان وجال في أنحائه. لازم نعيش تقاليدنا الديمقراطية تحت سقف الأمن دايما، واليوم بالرغم من المشكل الكبير أو الجرح كبير الملف، يعني اليوم اللي ما رح يعني نرتاح إلا ما ننجزه هو الاستحقاق الرئاسي. بنفس الوقت يعني الناس كمان إنه حق يعيشوا تقاليدهم ونشوف هالجو جديد أو متجدد، منه جديد يعني أكيد، لأنه هذا هو جو لبنان. وهيدا منشان نشجع السياحة ونشجع إخواننا العرب يجوا يشوفوا شارع الحمرة. وشارع الحمرة له تاريخ من وجوه بيروت. من مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات حضروا للاستمتاع بما حرمتهم منه الهزات الأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر. بتفتكر انه ان شاء الله بيجيب نتيجه حلوه مثل ما نحن حابين؟ حلو كثير انه نشاط هذا لازم كل سنه يصير حتى نثبت انه لبنان بخير. بيعطينا هيك طبعا انطباع حلو عن لبنان، انه هيك رواق والناس بتحب الحياه. سمثينج هيك لوكال بيجوا عليه الناس، بيجوا عليه السواح منيح خاصه بحمره.
حتى يعني بيستحق انه الواحد يجي لهون وهيك يتسوق اشياء. من كل محل عم جيب شيء حتى ندعم الفستيفال بجنن. احنا كتير مبسوطين انه عم بتشجعوا السياحة والناس تحرك شوي وتطلعوا العالم من الاكتئاب اللي مرقنا فيه لانه تعبنا كتير بكفي. خلينا هيك نفرح شوي. So much to do and it's great that Sinahamra blocked off the street. كلها تضل مبسوطة وتحب بعضها وتضلوا مجتمعين مع بعضهم. شو بتتمنى؟ يضل لبنان هيك. جاي كلمه اتسلى وانبسط والمهرجان كان كتير حلو وان شاء الله يضل هيك الوضع كمان مش دايما. هنا الفوضى الجميله لا المؤذيه، هنا الحمرة، هنا لبنان. وليس بعيدا عن شارع الحمرة غصت حديقة الصنائع بروادها في اليوم الأول لاستقبالهم بعد تأهيلها واستحداث ملاعب للأطفال وأماكن للأنشطة الثقافية والفنية فيها. إنه اليوم الأول الذي تستقبل فيه حديقة الصنائع روادها بعد إعادة تأهيلها. صغار وكبار حضروا إلى المتنفس الأخضر في قلب المدينة، منهم ليلعب وآخر ليتسامر ومن يريد شم الهواء. جايين للعب الاولاد ولغيره جو، جنينه كثير حلوه وان شاء الله تضلوا محافظين عليها. جايين من الجبل لان اول افتتاحيه الجنينه وكثير طالعه روعه غير شكل، يعني فرق عن قبل بكثير. عم نعمل اكتيفيتيز للاطفال، فمن هالاكتيفيتيز في البورتريه او الكاريكاتير مثل ما شايف. رسمين الشاب وكل ولد بيحب مثلا شو بده يطلع بالمستقبل عم نرسمه. سيجاره ممنوعه. احنا مالنا قاعدين بقهوه او قاعدين بشي مسكر، قاعدين بجنينه. سيجاره ببرم بقلي ممنوع تشربها. بنتمنى انه هالجنينه مثل ما هي هلا انه تضل بنظافتها وتضل هيك. كثير حلوه وهلا صارت احلى من قبل وصار فيها العاب يا الاولاد. جاي العب وتسلى واتفرج على الخضار الحلو. اكيد اكيد بدي ضلني اجي لهون لانه ما في غير محل انه لحتى نجي، انه هذه الحديقه العامه انه لكل العالم. جايه عليها عشان العب فيها وكثير هي حلوه. حلوه كثير الجنينه، جنايتها هذيك كلهم مكسرين كانوا. اذا يجمع المواطنون على مطلب واحد هو ان تبقى الحديقه بهذا الرونق. وفي هذا الصدد يطالبون بأقصى درجات الوقاية والحماية. نحن كأزاديا فاونديشن أخذنا على عاتقنا الأمن فيها على 10 سنين داخل الحديقة. اليوم أنت هلأ نحن موجودين في 14 حرس عطول مغطيين كل زوايا الحديقة وكل ما مريتها. والشباب عم يعملوا شغل منيح والمهم الناس كتير عم تتعاون. يشار إلى أن الحديقة تمتد على مساحة 22,000 متر مربع وتتسع ل10,000 متنزه. بعد الفاصل تتابعون. أمير الكويت في إيران عشية اجتماع وزاري خليجي في الرياض. أهلا بكم من جديد. فتح الجيش السوري الحر جبهة جديدة بهدف السيطرة على مدينة جسر الشغور في ريف إدلب نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط إدلب باللاذقية. في المقابل حشدت قوات النظام وحزب الله عناصرهما في محيط مدينة نوى بريف درعا في محاولة للسيطرة عليها ومنع الثوار من الاقتراب من قلب العاصمة. معركة جديدة بدأها الجيش السوري الحر هذه المرة في إدلب بهدف السيطرة على مدينة جسر الشغور ذات الموقع الاستراتيجي على الطريق الذي يربط إدلب باللاذقية. واستهدف الجيش الحر حواجز لقوات النظام بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ قبل اندلاع اشتباكات عنيفة على محاور حواجز النظام أبرزها زليطو والمشفى الوطني بالإضافة إلى محور دوار اللاذقية، فيما ترد قوات النظام بإلقاء البراميل المتفجرة على مشارف مدينة جسر الشغور. الله أكبر.
في المقابل أفادت معلومات بأن قوات النظام وعناصر من حزب الله قد حشدت المزيد من المسلحين في محيط مدينة نوى بريف درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة القريبة من العاصمة. وتكثف كتائب الأسد قصفها للمحافظة مستهدفة إياها بالصواريخ، فيما تلقي البراميل المتفجرة على مدينة بصرى الشام وسط اشتباكات عنيفة تدور على جبهات عدة. الطيران السوري كثف كذلك قصفه للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة حلب، لا سيما حي بستان الباشا ومساكن هنانو ومدينة مارع التي يستهدفها بالبراميل المتفجرة، وذلك غداة مقتل عشرات الجنود السوريين في تفجير عبوات ناسفة استهدفت قاعدة للجيش في المحافظة. يأتي ذلك فيما يدور قتال على جبهات عدة من حلب وفي العاصمة، خصوصا في حيي جوبر والقابون رغم القصف المركز عليهما. المواجهات بين الجيش الحر وكتائب الأسد تسجل أيضا في ريف دمشق، لا سيما في محيط حاجز البلدية بحي القابون وعلى جبهات بلدة المليحة في ظل استهداف بلدة الأشرفية في وادي بردة بالرشاشات. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من درعا الناشط الإعلامي محمد المذيب. محمد، ما هي آخر التطورات الميدانية في درعا وريفها؟ نعم أختي الكريمة، نبدأ من مدينة نوى لليوم 13 على التوالي. تستمر الحملة المسعورة لقوات النظام المدعومة بعناصر حالش على أطراف المدينة بمحاولة لاقتحام هذه المدينة وسط تغطية للطيران الحربي. فاليوم حتى هذه اللحظة 4 غارات استهدفت منازل المدنيين في المدينة الصامدة، والحمد لله لم تستطع قوات النظام التقدم ولو لشبر واحد داخل المنطقة المحررة من مدينة نوى. وهناك عناصر وهناك مشافي إزرع والصنمين تمتلئ بجثثهم النتنة، ومحاولات فاشلة لقوات النظام أمس أيضا من جهة الشيخ سعد من الجبهة الجنوبية لاقتحام المدينة. أيضا تركز القصف على وسط المدينة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي. أما في درعا المحطة دارت اشتباكات متقطعة صباحا بين أبطال الجيش الحر وعصابات الأسد على أطراف المخيم، كما تعرضت أحياء درعا البلد وطريق السد لقصف عنيف بصواريخ عنقودية من قبل قوات النظام. وفي بصرى الشام أيضا كان هناك غارات بالطيران الحربي استهدفت منازل المدنيين في الحي الغربي وسط اشتباكات على أطراف المدينة. أيضا استهدفت المدفعية الثقيلة معربة ب3 قذائف متتالية قبل قليل. أيضا في الشيخ مسكين كان هناك اشتباكات متقطعة وسط قصف عنيف من اللواء 82 على أطراف المدينة. أيضا استهدفت المدفعية الثقيلة بلدة الحراك بالمدفعية الثقيلة استهدفها اللواء 52. نعم محمد، نعم شكرا لك الناشط الإعلامي محمد المذيب، كنت معنا من درعا. دعم إيراني جديد تلقاه نظام الأسد والانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها بعد يومين، وذلك خلال مؤتمر أصدقاء سوريا البرلماني الثاني في طهران. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال مؤتمر أصدقاء سوريا البرلماني الثاني أن الانتخابات الرئاسية السورية تؤكد أن الحكومة السورية تحترم إرادة شعبها، لافتا إلى أن اجتماع المؤتمر هو دعم للمسار الانتخابي. لاريجاني تمنى خلال المؤتمر الذي تشارك فيه 25 دولة لا يعرقل من أسماهم بالإرهابيين الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن المعارضين في الخارج ليس لديهم أي قاعدة لدى مكونات الشعب السوري. من جهته قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن الانتخابات الرئاسية في سوريا إنها خطوة جادة على طريق حل الأزمة السورية، لافتا إلى أن المصالحات التي حصلت تؤكد على إمكانية إيجاد حلول عبر الحوار الداخلي. ورحب ظريف بأي جهد صادق لحل الأزمة في سوريا، حيث تسعى بلاده منذ بدء الأزمة إلى وقف العنف وإيجاد حلول سياسية، لافتا إلى أن لا سبيل للحل إلا عبر صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، أوقفت السلطات الفرنسية مهدي نينشوف المتهم بقضية قتل في المتحف اليهودي ببروكسل، ويشتبه في أن يكون انضم إلى الجهاديين في سوريا في 2013. تزامنا اعتقل شاب في 19 من عمره في مطار هيثرو اللندني للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية في بريطانيا وفي إرسال مواد إلى الخارج بغرض مساعدة الإرهاب في سوريا. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشمل حركة حماس وتعتمد عليها. نتنياهو وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته اعتبر أن حماس هي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يحتضنها لأن ذلك لن يعزز السلام بل يعزز الإرهاب على حد قوله. تصريحات نتنياهو تزامنت مع منع الاحتلال الإسرائيلي 3 وزراء فلسطينيين من العبور من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمشاركة في تقديم الحكومة الجديدة. نقلت صحيفة إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن عملية اغتيال 4 أشخاص في المتحف اليهودي ببروكسل كانت مدبرة، وقد استهدفت ضابطين بارزين في الاستخبارات الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن القتلى 4 يعملون في جهاز الموساد وهم على صلة بقضية اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح الذي قضى في دبي قبل 4 أعوام، وباغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله عماد مغنية الذي قتل في دمشق العام 2008. يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت لاحق من اليوم زيارة رسمية إلى طهران وصفت بأنها منعطف دقيق للغاية في العلاقات بين البلدين. عشية اجتماع مهم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تتجه الأنظار إلى إيران لمواكبة زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي تستمر يومين ويناقش فيها العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في المنطقة. زيارة أمير الكويت إلى طهران التي يشارك فيها وفد رسمي رفيع المستوى تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات، وستتخللها محادثات مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقال سفير إيران لدى الكويت علي رضا عنايتي أن زيارة الشيخ صباح تعد منعطفا هاما ودقيقا للغاية في العلاقات بين البلدين، ويمكن أن تساهم في تكاتف دول المنطقة وتفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ما سيرسم للمنطقة مستقبلا مشرقا. من ناحيته أكد سفير الكويت لدى إيران مجدي الظفيري أن الزيارة تكتسب أهمية سياسية خاصة نظرا للظروف والتطورات في المنطقة، معتبرا أنها ذات استحقاق سياسي بامتياز. وتأتي الزيارة عشية اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المقرر في الرياض يوم الاثنين، وسيتناول العلاقات الخليجية الخليجية والملف النووي الإيراني والوضع المتردي في سوريا. نبقى في إيران حيث أعدمت السلطات شنقا المعارض غلام رضا خسروي سواجاني بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة خلق. وتجاهلت إيران نداء من منظمة العفو الدولية لوقف أعدامه ونفذت الحكم الذي صدر بحقه العام 2010. بعد هذا الفاصل، النائب السابق يعقوب يتهم أقرب الناس بعرقلة تحريك ملف الإمام الصدر. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها: زرع قنابل قرب مركز للمستقبل ومخيم للنازحين في عكار، ولاجئون يحتجون على مسرحية الانتخابات السورية. الجيش الحر يطلق معركة تحرير جسر شغور في إدلب، وحشود لقوات النظام وحزب الله في محيط نوى بريف درعا. شارع الحمرة يغص برواده في مهرجان الفرح، وحديقة الصنائع تستقبل الزوار بعد إعادة التأهيل. توضيحا لما تم التداول به عن تعرض زوجة النائب فادي كرم السيدة جولي لطلق ناري، أوضح مكتب النائب كرم أن لا اعتداء قد حصل، وكل ما في الأمر هو إصابة السيدة جولي بطلق ناري عرضا، وهي بحالة جيدة لا تدعو للقلق.
اعتبر النائب السابق حسن يعقوب أن قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين مجمدة بقرار شبكة مصالح كبرى اتخذ عن سابق تصور وتصميم. وقال يعقوب في مؤتمر صحفي عقده في منزله أن العراقيل وضعت أمام تحريك القضية من قبل أقرب الناس، مطالبا بقطع العلاقات مع ليبيا. حاولنا أن نعمل أن نحرك، وضعت العراقيل من هم أقرب الناس إليه. كان أمامنا دائما وبوجهنا كلمة السرية أيها الإخوة. هذه السرية هي التي تغلف اللاشيء، وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه السرية بعد هذه السنين الطويلة ليست للحفاظ على المخطوفين، إنما للحفاظ على الخاطف والمتورطين معه. أن يعلموا أنني عندما تحدثت أن القضية لها وجهين، وجه للتغييب ووجه لإدارة التغييب. القضية مجمدة بقرار، قرار شبكة مصالح كبرى. حذر عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري من سعي حزب الله وحلفائه في التيار الوطني الحر لنقل البلاد من حالة شغور رئاسي مرحلي إلى حالة فراغ كامل وقاتل. كلام القادري جاء في ختام لقاء تنسيقي مع قيادة الجماعة الإسلامية في البقاع. حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم عم يحاولوا يضعفوا أكثر هذه الجمهورية من خلال الحديث وطرح إشكاليات حول عمل الحكومة ومجلس الوزراء، وكمان حول عمل المؤسسات الأخرى. ونحن شفنا في مجلس الوزراء نهار الجمعة جدل استمر ونقاش استمر لساعات حول أمور هي محسومة بالدستور. 8 أذار عم يحاول ينقلنا اليوم من حالة الشهور اللي مفروض تكون مؤقتة ولفترة قصيرة إلى حالة الفراغ الكلي. هذا أخطر ما يكون، وهذا منحذر منه. بتيار المستقبل عم ندعي من هون مرة تانية زملائنا النواب من كل القوى السياسية أنه يتفضلوا يشاركوا بالجلسة المقررة بتسعة حزيران. في الذكرى الثانية لرحيل الصحفي نصير أسعد، نظم تيار المستقبل في البقاع أوسط ندوة تحية لروحه وتقديرا لمواقفه في بناء دولة تجمع كل اللبنانيين تحت سقفها. وكانت كلمة للنائب عاصم عراجي نوه فيها بمسيرة الراحل وحذر من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. انعدت أطراف بثمانية أدار أنه نوصل أنه يا عمي نحن في عنا أزمة نظام، أزمة كيان، فعشان هيك لازم نحن نروح على اتفاق الطائف اللي كلف البلد يعني حوالي 150 ألف قتيل ومدري كم مليون لبناني اتهجر، واتفاق الطائف اللي تم بموافقة عربية وموافقة دولية. الظاهر في بمحل ما أطراف سياسية لبنانية بدها تغير اتفاق الطائف، مشان هيك أنا بتهيأ لي هلأ في يعني شيء مخفي مخبينه هو انه نوصل بالاخر انه يقولوا انه يا عمي تعالوا شوفوا رئاسة الجمهورية مركز ما قدرنا انتخبنا رئيس جمهورية، مجلس النواب ممدد له، حكومة في عليها اشكاليات كبيرة، فعشان هيك هيك نروح لمؤتمر تأسيسي ونغير اتفاق الطائف. أبرق رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين جميل إلى الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي مهنئا بانتخابه، وأعرب جميل عن ثقته بقيادة مصر نحو الدولة المدنية التي تصون الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر ستمارس دورها كلاعب أساسي في المنطقة وصمام أمان عربي. القمح العكري من أجود أنواع القمح على مستوى لبنان، لكن هذه الزراعة واجهتها هذا العام مشكلة الجفاف والتخزين. التقرير لزياد منصور. في عكار بدأ موسم حصاد القمح الذي يصفه المزارعون بالجيد من حيث النوعية، رغم أن الإنتاج أقل من الأعوام الماضية. واللافت أن تجارب تجري في تلة عمارة لزراعة أصناف محددة تشرف عليها مصلحة الأبحاث الزراعية التي تعمل على تهجين أصناف يتم اختبارها سنوات قبل زراعتها.
ورغم ذلك هناك مشاكل في التسليم والتخزين الطويل الذي يضرب الموسم. في عنا هلأ صنف اسمه طلعة مرة اثنين، تبين بهالسنة اللي هي كتير جافة بعكار انه هو صنف كتير ثابت، يعني بظل الظروف المناخية الحالية. صحيح، هذا ثابت يعني اذا كان الطقس عاطل ام الطقس منيح، اذا كان في عنا شتي كتير ام شتي قليل، عطى ثباتية، وهيدا الصنف هو معتمد من قبل الدولة. الموسم السنة يعني انا فيني اقول لك اقل بكتير من السنة الماضية، يعني بدك تقول يعني بنقص شي 40% من السنة الماضية عن الانتاجية تبعته. الدولة الحقيقة لازم هون تنظر شوي للأسعار، تحسن الأسعار. ده هي عم تستلمه ولا؟ عم تستلمه النوع الجيد ب 595. يتمنى المزارعون من وزارة الاقتصاد استلام القمح هذه السنة في أقرب وقت ممكن، كما يطالبون بتحسين سعر التسليم على أن يكون 750 ليرة للكيلو حتى يتم التعويض على تكاليف الإنتاج. يأمل مزارعو القمح في عكار أن تقوم الدولة بتسلم مواسمهم لهذا العام بالسرعة المطلوبة، خاصة وأن هناك مشاكل كبيرة على مستوى التخزين وعلى مستوى الأسعار، وهم يحذرون من المنافسة الأجنبية وضرورة حماية هذا القطاع. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. بعد الفاصل، مواجهات واعتقالات في الذكرى الأولى لأحداث ميدان غزي التركي. أهلا بكم من جديد. قتل ضابط مصري وخمسة جنود من قوات حرس الحدود في هجوم شنه مسلحون في منطقة جبلية بالواحات جنوب القاهرة. وقالت القوات المسلحة في بيان أنها تكثف جهودها للبحث عن الفاعلين، مؤكدة أن تلك الأعمال لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني. من جانبه شدد مجلس الوزراء على أن هذا الحادث الجبان لن ينال من عزيمة القوات المسلحة، كما لن يثنيها عن حماية حدود الوطن وحماية مقدراتها. شنت قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما بالصواريخ على أحد معاقل الجماعات المتشددة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي شمالي شرقي ليبيا. وفي تطور آخر، أعلنت تونس إرجاء اجتماع لوزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي كان مزمعا عقده اليوم لبحث التطورات في ليبيا، وذلك بسبب عدم اتضاح صورة الوضع في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية وأمنية خطيرة. رفعت كل الكتل في مجلس النواب اليمني رسالة إلى الرئيس عبد رب منصور هادي تطالبه بتغيير حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل أو جزئي لفشلها في حل أزمات البلاد الرئيسية. هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان اليمني، يعد هدفا من أهداف ثورة 11 من فبراير العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. اعتقلت قوات الأمن التركية 128 شخصا في عدد من المدن التي شهدت تحركات احتجاجية في الذكرى السنوية الأولى لأحداث منتزه غزي. شكلت الذكرى السنوية الأولى لأحداث منتزه غزي في اسطنبول مناسبة لخروج المعارضين لحكومة رجب طيب أردوغان إلى الشوارع في تظاهرات جديدة، وقد تكرر مشهد المواجهات ومحاولات قوات الأمن تفريق المحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في العديد من المدن أبرزها اسطنبول وأنقرة وفي ولاية أزمير. كذلك اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 120 شخصا لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة بحسب السلطات التركية. وتأتي هذه التحركات بعدما هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتوقيف المتظاهرين في حال تجمعهم في ساحة تقصيم في اسطنبول، لأن ذلك يعد مخالفة للقانون. وكانت أحداث منتزه غزي اندلعت على خلفية مسعى الحكومة إعادة بناء
بناء ثكنة عثمانية في المنتزه المليء بالأشجار، ما دفع أنصار البيئة وناشطي المجتمع المدني للنزول إلى الشارع وتحويل موقفهم الرافض لهذه الخطة إلى حركة احتجاج ضد حكومة أردوغان. وعلى وقع هذه الأحداث انطلقت عملية الانتخابات الفرعية في مدينتي يالوفا وأغري بالإضافة إلى 7 أقضية وخمس بلدات تركية بعد قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإعادة عمليات التصويت في هذه الأماكن نتيجة الاعتراضات المتبادلة بين الأحزاب السياسية. ويشارك في التصويت حوالي 200,000 ناخب، رغم أنها لن تؤثر على المناخ السياسي العام في البلاد، إلا أنها قد تشكل فرصة للمعارضة في تسجيل انتصار في هذه الأماكن على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان. أفرجت حركة طالبان أفغانستان عن جندي أمريكي كان مختطفا لديها منذ 5 سنوات مقابل الإفراج عن 5 معتقلين من قادة الحركة من معتقل غوانتانامو. وقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الحكومة القطرية التي ساهمت في هذه العملية أعطت الولايات المتحدة ضمانات أمنية بشأن المعتقلين الأفغان الذين نقلوا إلى أراضيها. رياضة. سانت أنطونيو سبيرز في النهائي للمرة الثانية على التوالي. والآن مع الفقرة الرياضية مع صبحي قبلاوي. تفضل صبحي. شكرا مينا. مرحبا. أخبار الرياضة من تلفزيون المستقبل لليوم الأحد رح تكون مليئة بأخبار الفوتبول، خصوصا أنه بعد في بس 11 يوم على انطلاق أكبر تظاهرة رياضية بالتاريخ. اكتسح المنتخب الجزائري المنتخب الأرميني 3-1 بالمباراة الودية اللي جرت بيناتهم بسويسرا بإطار استعدادات منتخب الجزائر للمشاركة بنهائيات كأس العالم بالبرازيل. وقدم منتخب الجزائر أداء جيد بالشوط الأول يلي أحرز خلاله 3 أهداف، حيث افتتح سعيد بالكلام مهرجان الأهداف في الدقيقة 13 قبل ما يضيف زميله كمال جيلاس الهدف الثاني بالدقيقة 22 بعد تسديدة صاروخية. من بعد أحرز الهداف إسلام سليمانية الهدف الثالث للمنتخب الجزائري بالدقيقة 41 بضربة رأسي. وبالشوط الثاني هدأ إيقاع المنتخب الجزائري نسبيا ليستغل منتخب أرمينيا الفرصة ويحرز لاعبه أرتورو هدف فريقه الوحيد. وكمان بإطار الاستعدادات حقق منتخب هولندا للفوتبول فوز صعب وغير مقنع على ضيفه الغاني 1-0 بالمباراة الدولية الودية اللي أقيمت بيناتهم بروتردام. وبتلعب هولندا وصيفة بطلة العالم بالمجموعة الثانية مع إسبانيا حاملة اللقب وتشيلي وأستراليا، بينما أوقعت القرعة غانا بالمجموعة السابعة مع ألمانيا البرتغال أمريكا. كان المنتخب الغاني ضيف ثقيل وسجل نجم مانشستر يونايتد روبن فان بيرسي هدف المباراة الوحيد. وبالمقابل تعادل منتخب إيطاليا مع إيرلندا 0-0 بالمباراة الدولية الودية اللي أقيمت بلندن بإطار استعدادات المنتخب الإيطالي لنهائيات المونديال ب 12 حزيران المقبل. وبتلعب إيطاليا بالنهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب إنجلترا والأوروغواي وكوستاريكا. وتعرض قائد المنتخب الإيطالي بها المباراة وقائد فريق ميلان ريكاردو مونتوليفو لإصابة عنيفة يمكن تحرمه من المشاركة بالمونديال. وتمتم مونتوليفو بعض الكلمات باللغة الإيطالية مثل ما تناقلت الصحف وقال لقد كسر في شيء ما. وأشارت التقارير الأولية لاحتمال إصابته بكسر على مستوى الكاحل. وبأجواء المونديال رح نتابع فيديو بأكد أنه الإعاقة لا تقلل من حقوق الإنسان ولا من الإنسان أبدا، حيث أظهر طفل عم بيعاني من إعاقة على مستوى الحركة إمكانات رائعة عند مزار معسكر المنتخب البرازيلي، والشي دفع المدافع ديفيد لويز للتعاطف معه بشكل كبير. La la la.
وبأمريكا احتاج سان أنطونيو سبيرز لشوط إضافي من أجل حسم سلسلة نهائي المجموعة الغربية بالNBA لمصلحته بعد ما تمكن من الفوز بالمباراة السادسة من السلسلة وبفوزه للسبيرز يلي حسم السلسلة من نتيجة 4-2 وبالنتيجة 112-107 بالشوط الإضافي. وسجل سان أنطونيو بوريس دياو 26 نقطة ودانيال جرين 19 نقطة و15 ريباوند، بينما سجل كيفن دوارنت 31 نقطة و18 ريباوند. وراح يواجه سبيرز ميامي هيت بنهائي الNBA، وهالشي بيعني إعادة لنهائي السنة الماضية اللي فاز فيه ميامي هيت وهو بطل آخر موسمين من الNBA، وكان تأهل هالسنة للمرة الرابعة على التوالي بفوزه على إنديانا بيسرز أول امبارح. لهم نوصل لختام الرياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. والآن تذكير بالعناوين. زرعوا قنابل قرب مركز المستقبل ومخيم للنازحين في عكار، ولاجئون يحتجون على مسرحية الانتخابات السورية. الجيش الحر يطلق معركة تحرير جسر الشغور في إدلب، وحشود لقوات النظام وحزب الله في محيط نوى بريف درعا. شارع الحمرة يغص برواده في مهرجان الفرح، وحديقة الصنائع تستقبل الزوار بعد إعادة التأهيل. وكان في الرياضة، تعادل هزيل لإيطاليا وفوز صعب لهولندا وفوز كاسح للجزائر استعدادا لكأس العالم. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.